طريقة المعيشة ديالنا حاليا كتهددنا في كثير من الأحيان. صح. يعني أولا الشراهة ديالنا كيفاش كناكلوا، كندخلوا الدوات ديالنا مواد اللي ربما ما عارفينهاش مزيان، فيما مشينا كناكلوا، ديك النظافة اللي كانت شحال هذه أن الإنسان ما كيجلس الماكلة حتى كيغسل يديه، حاليا ولينا تنشوفوا أن ماشي كلشي كيغسل يديه. ملي كنكونوا في مطاعم ولا في شي بلايص الإنسان كيقول لك لا راه يدي نقية، وهذا ماشي قلة نظافة أو غير، ولكن ربما السرعة اللي ولينا تنتمشاو بها، ولينا مفتونين بالوقت إلى صح التعبير ديالي، فولينا ما كنعرفوش شنو تندخلوا للدوات ديالنا. أنا اليوم معك بغيت وحتى المستمعين يبغيو هذه الفكرة. شفنا معك بداية في أسابيع قبل أشنو هي الأشياء اللي خاصنا ناخذوا، أشنو كيفاش نفتحوا الصيام ديالنا، أشنو خاصنا. دابا اليوم بغيت نشوف الكمية والكيفية. أنا كتعجبني هذه المسألة هذه، لأن ملي كنعرفوا الكمية والكيفية، يعني الكمية اللي نقدروا ندخلوا يعني البطن ديالنا، والكيفيه كيفاش من ناحيه الهضم ديالنا، من ناحيه المضغ، من ناحيه واش نقسموا الوجبه، واش ناكلوا، هذه المساله جوج المرات في اليوم او لا على مره واحده. نبغيو نعرفوا هذه المسائل. هذا نبداو ملي قلنا واحد الرباعي اللي كاين على المائده ديال الافطار، كنا تكلمنا ان الناس كيبداو بالتميرات ديالهم ثم الماء. نبداو بحال هكا بهذا الرباعي غادي. دونك شنو بحال مثلا الماء كنا قلنا الانسان ياخذ القياس ديالو، اجي نبداو نذكروا ونقولوا شحال الانسان ياخذ. كاين الانسان اللي كيقول لك الا خديت الماء كيزويني بهذا المعنى، هذه انني الا خديت الماء فتحت به الصيام ديالي كان صافي ما كنقدرش ناكل مازال. دونك حنا ناخذوا القياس شحال خاصنا ناخذ في الماء كل حاجة في الفطور بالتحديد. تفضل. بالضبط. اذا بالنسبه بمجرد الانسان ما كيفطر، نعم، بمجرد ما كيسمع الاذان ديال المغرب اول حاجه يفكر فيها يدخل سبعه ديال التمرات للكرش ديالو. نعم. يدخلها ديك الساعه قبل ما يصلي المغرب ديالو، او لا يدخلها ثلاثه قبل ما يصلي، واربعه من بعد ما يصلي. المهم سبعه ديال التمرات خصهم يدخلوا للكرش ديالو. هذه عندها فوائد لا تعد ولا تحصى. نعم. ثم بعد ذلك قلنا بان بالنسبه للماء هذا واخا يشربوا مباشره من بعد الاكل ديالو للتمر ما فيها باس، ولكن شحال ديال الكم ديال الماء اللي غادي يشرب. انا كنقول لكم هنا يصعب الواحد يقول لك اودي خصنا نشربوا يتر ونص ديال الماء. نعم. اولا نشربوا جوج يترو ديال الماء اولا، هذه صعاب. وانا كنسمع في واحد المجموعه ديال المحطات يعني في الاذاعه ولا هذا، ناس اللي كيقول لك اودي خص الواحد منا يشرب يتر ونص. فبالله عليك واحد اللي كيدير الرياضه وكيجري في المنطقه حاره وهذا تقول له تشرب انت يتر ونص؟ واحد اللي جالس في الدار ما عنده ما كيدير يشرب يترو نص ديال هذا. هنا كيبان بانه حتى الانسان يعطي المعلومه يعطيها كامله ويعطيها كافيه. شنو كنقولوا حنا دابا؟ نعم. دائما في المساله ديال الماء انا كنقول شوف اللون ديال البول ديالك. نعم. لما كيكون اللون ديال البول ديالك قاتم اصفر مغلوق ولا غادي حتى باش يولي تقريبا اماغون. نعم. في لاكولور ديالو كتقول انت في حاجه الى ماء، شرب الماء اللي غيقدر هذا يهبط لك ويصفي لك يعني. هو الاصل هو عندي كل كيلو فيا 30 مليلتر، ولكن هذيك 30 مليلتر راه شربتها تاي فيه الماء، راه شربت الخضره فيه الماء، شربت العصير فيه الماء، هذاك الاشياء اللي كريتها راه ديجا فيها الماء. نعم. وكتولي الاحتياجات ديالك من الماء غدا وكتقل غدا وكتقل غدا وكتقل، باش غيمكن لي نعرف هذا اللي خصني نزيد هو ذاك اللون ديال البول ديالي. كل ما كان قاتم وإلا كان بيض ما تشربش الماء. يعني ان صافي الماء كيدخل وكيخرج، يعني ان صافي كيدي مع غير كتولي ياكل لك من الاملاح المعدنيه بالذات ديالك. نعم. كيولي ياكلهم. هذه الاشاره دائما قبل ما ندير شي حاجه نشوف اللون ديال البول ديالي هو اللي غيعطيني الجرعه ديال الماء اللي غادي نشرب. هذه الثانيه. ثم كاين المحطه الثالثه الا وهي الفواكه. نعم. الفواكه دائما في الوجبه الغذائيه، الوجبه الغذائيه الكامله خصها تكون كتشكل 30%. نعم. والخضروات خصها تكون كتشكل ما بين 50 حتى 60%. دونك 30 زائد 30 زائد 60 غتقدر تعطينا واحد 90%. 90. بالنسبه للحم لان اول الوصفه الثالثه غتكون الخبز. الخبز ما نفوتش واحد في اليوم ديالي ما نفوتش 160 غرام، ما بين 160 حتى 200 غرام ديال الخبز. وكتبقى لي اللحم كنشوف الوزن ديالي وكنضربه في 1.5. كان وزن مثلا 60 كيلو كنضربها في 1.5 هي 90. نعم. 90. دونك الاحتياجات ديال اللحم ديالي هي 90 غرام. نعم. 90 غرام. انا دابا بهذه الطريقه هذه كنحاول نعطي للذات ديالي الاشياء اللي هي مفيده
واو ميم طون الترتيب خصو يكون بهذا الشكل هذا. ولما كنقول ناخذ الفاكهه، لما كناخذ الفاكهه ما فيها باس ناخذ مباشره من بعدها شلاضه. نعم. ما فيها باس. ولا ممكن نخلي ما بيناتهم واحد المساحه زمنيه ديال 17 دقيقه شوية. ديال 17 دقيقه. وما بين الشلاضه والبقيه الاكل اللي باقي على الاقل خص يكون واحد نص ساعه. نعم. الى مشينا عاوتاني بهذا الترتيب الزماني حتى هو كيلعب دور ديال انه كيساعد المعده على اساس تقوم بالعمل ديالها وكل حاجه تدخلها في الوقت المناسب ديالها. نعم. ثم كاين كذلك المساله ديال المضغ. نعم هادي غنتكلموا عليها بوحديتها الا سمحتي لي. غير نرجعوا للماء. الماء كنا ديك المره قلنا اباغ الانسان يشوف اعزكم الله البول ديالو واللام ديالو كيفاش داير، كنا تكلمنا حتى على الوزن ديالنا وكميه الماء. فاش كنا ضربنا هذيك المره باش نحصلوا على 30 مليلتر كيلو. اها كل كيلو خصو 30 مليلتر ديال الماء. نعم. مثلا حنا انا كنوزن 60 كيلو. أيه. غنضربها في 30 مليلتر. نعم. وتما غنعرف شحال ديال من لترو ديال الماء اللي غنحتاج. كتخرج ديك الساعه 3000 او 4000 او 5000. هي 3 يترو. هي 3 يترو يا 4 مثلا 3 يترو. ولكن ما ننساش بانني شربت واحد 4 يترو ديال العصير. شربت كليت مثلا كيلو ديال الخضروات. وكيلو ديال الخضروات فيها 70% ديال الماء. نعم. دونك غتولي تقريبا 700 ملي تخديتيها مع الماكله. وشربتي اي شيء براد اتاي راه تكون شربتي واحد نص يترو ولا هذا راه فيه الماء. نعم. دونك هادو كلهم راه كل حاجه كتاخذها الا وكتاخذ معها الماء في الاخر غتجي تلقى راسك بقى لك واحد 700 مليلتر. نعم. ولا 500 مليلتر وانت كتشرب 3 يترو. نعم. ولا كتشرب يترو ونص. هنا كتولي عندك الامكانيه ديال انك ترمي الاملاح المعدنيه مع البول ديالك وكيولي كتولي اللون ديال البول شرف الله قدركم. نعم. اللون ديالو كيولي ابيض وكيولي كله صافي ما خصش يكون اللون ديال البول ديالنا يكون ابيض او لا اصفر وصافي خصو يكون الاصفر بطبيعه الحال ثم يكون فيه بحال الشكل ديال تروبل مخلوط. نعم. وهذاك التخلويضه كتقول الحمد لله بان الكلاوي ديالي خدامين وكيصفوا الان على احسن ما يرام وذاك الاوساخ اللي كاين عندي في الدات ديالي راه كتخرج. نعم. هكا حتى طمانه كتعطيني طمانه على اساس ان ذاك الشيء اللي كيطرى في الدات ديالي راه كيمشي على احسن ما يرام. نعم. دونك شفنا بدايه ربما التقسيمات وشحال خاصنا ناخذ من كل حاجه. الفواكه 30%، الخضروات خدينا ما بين 50 حتى 60%، اللحوم الوزن ديالنا كان كيتضرب في 1.5، ثم الخبز ما بين 160 حتى 200 غرام، الماء كيف قلنا 30 مللتر الوزن ديالنا في 30 مللتر ديال الماء. وكنشوفوا القياسات ديك الساعات كنشوفوا شحال خاصنا ناخذوا، ولكن خاصنا نعرفوا باللي راه فيها قياسنا الفواكه الخضروات اي حاجه فيها السوائل عاد باش كنردوا البال اعزكم الله على اللون ديال البول ديالنا اللي هو كيحدد لنا واش الذات ديالنا محتاجه الماء ولا لا. مازال غنشوفوا امور اخرى، طريقة المضغ ديالنا لأن حتى هي كتعرفنا شحال خاصنا ناخذو شحال خاصنا نخليو. نتكلموا على تغذيتنا وشهر رمضان، التغذية تكون صحية أكيد باش نمشيو للقولة المعروفة صوموا تصحوا. هكذا الإنسان كيصوم وكيعمل الواجب الديني، يعني المسألة اللي كنعملوها بحب، وكذلك ناخذو أمور اللي كتهم الصحة ديالنا وفيه واحد الشهر اللي هو فيه تنقية من كثير من الأمور، تنقية الدوات ديالنا. شفنا معك بداية التقسيم ديالنا الرباعي اللي هو الانسان يفتتح بالتميرات ثم الماء ثم كيمشيو للسلطه ديال الخضروات او الشلاضه، من بعد كيمشيو الفواكه او الشلاضه ديال الخضر، ثم كيمشيو للخبز. يعني هنايا كيمشيو دائما في الخبز الكامل هو المحبب عندك من الاحسن. من بعد كيمشيو للبروتينات، ثم كناخذوا اما لحوم دجاج حوت، يعني على حسب القدرة الشرائية دي كل واحد وشنو عنده في الطبيلة ديالو. غير عطينا التقسيمات شحال كل واحد خاصو ياخد. خدينا الفواكه 30%، خدينا الخضروات ما بين 50 حتى 60%، خدينا اللحم الوزن ديالنا كنضربوه في 1.5، خدينا الخبز ما بين 160 غرام حتى 200 غرام إلا زدنا، خدينا الماء دائما كنشوفوا الشكل أو اللون ديال البول ديالنا أعزكم الله. من بعد كيمكن لينا نضربوا الوزن ديالنا في 30 مليلتر وكنقسموا هذا الشيء على كل السوائل اللي كنشربوها في الذات ديالنا. حتى لهنا مزيان، غير هو مشيو للمضغ دابا. حنا خدينا تبارك الله هذه الكميات حتى لهنا مزيان. المضغ راه ما كاينش اللي كيدير 34 37 37 هو الاصل. يعني كل مضغه نعم كل لقمه خصها تمضغ على الاقل واحد 37 مره. ولما تمضغ 37 مره كون على اليقين بان ذاك اللعاب اللي كان عندنا في الفم ديالنا. نعم. كله غيكون يعني احتوى
هذيك اللقمه اللي خديتي وبالتالي بدات العمليه الهضم من الفم. نعم. وغدوز وغتوصل الى المعده، بمجرد ما غتوصل المعده غتكمل العمليه الهضم بهذاك اللعاب اللي دخلتي معك، وديك الساعه كتولي كتعطي اشاره الى لي سيلول باريتال ديال المعده ديالنا باش تخرج الحامض الكلوريدريك، اللي بمجرد ما كيخرج الحامض كتبدا العمليه الثانيه ديال الهضم، ومن بعد 17 دقيقه كتخرج واحد المجموعه ديال الانزيمات اللي كتكمل العمليه الثالثه ديال الهضم. وبالتالي بهذه الطريقه هذه كتلقى راسك بان هذيك الدغمه اللي بديتيها صحيح من الاول ما كتوصل واحد تقريبا واحد الساعه بديتيها مع 10 مع 3 ل 10 ونص. لا الدغمه هي دخلات، انت صافي تهنيتي، انت غير بديتيها مزيانه في الاول والجسم سبحان الله كيكمل بقيه الصالحات. انت غير انا عندي ذاك المشكل ديال المضغ، انا ما تنضغش مزيان دابا، ولكن فعلا لا كان فعلا كان في التالي كتلقى ان المعده ديالك تضرك، او لان شي حاجه دخلتيها للمعده ديالك خاصك تخرجها. يعني صراحه انا ما كرهتش انا نمشي في الاطار ديال نمضغ 37، ولكن غيضرني الفك ديالي. لا 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 عاديه، راه غير ولف كما كيقول، غير ولف خص هذا، غير البدايه اللي كتكون صعيبه. تصور دابا جالس كنحط، والله دابا ولات بحال مساله تلقائيه، كنحط الدغمه في الفم ديالي وكتقطق كل مضغه كنحسبها واحد جوج كتمضغ هذا. لا لا عاديه، عرفتي فاش كتكوني كتمضغي وانت هذا كونسونتري مع الماكله مع ديك الدغمه ديالك، بعد اولا ديك 37 كتجي دغيا وكديباسي، ما عمري حبست 37، هذه ما عمري ما كانت، دائما كتلقاها هربتي على 37 مشي شويه، وكدوز عاوتاني الدغمه الثانيه منها. ما كتزربش في الماكله لان خصك تكمل ديك 37، وحتى الا زربوا اللي معاك وكلاو خواو الطبسي كتقول الحمد لله خرجت انا سميتو بداك الكم اللي خصو يكون عندي في الدات ديالي بدون مشاكل. قلتي المضغ واحد المساله ديال التعود، يعني حنا تنشوفوا بزاف الاسر يعني كتلقى فيهم واحد مثلا كيمضغ بشويه عليه كياكل بشويه عليه، وواحد كيمشي كياكل بسربه، وكل واحد كيفاش كياكل. دونك هي مساله ديال التعود، خاصنا نعودوا عليها. صح، حنا ماشي نقولوا حنا فات فينا الفوت، لان حتى حنايا مازال نقدروا نمضغوا ومداو من جده وجديد. دونك حنا نبغيو الرساله توجه حتى للاباء بالنسبه للوليدات ديالهم، باش انها تكون مساله ديال التعود من الصغر، ان الوليد خاصو يمضغ بشويه عليه ما يبقاش يسرط. يعني انا كنشوف حتى بعض الامهات، انا اسمح لي نفتح هذا القوس، بعض الامهات اللي كنشوفهم مع البنيتات ديالهم او الوليدات ديالهم اللي يلاه كيبداو يدخلوا الماكله وكيعطيهم دغمات اللي هي كبيره. أن المسألة جو بونس حتى الدغمة والحجم ديالها تا هو كيلعب دور، كيعطيهم دغمات كبيرة، فكتولي البنت أولا الوليد ما حدو تيكبر هذيك هي الطريقة ديالو، كيولي ياكل بذاك الشكل اللي تربى عليه أولا اللي تعود عليه إلا صح التعبير. فنحاولوا من الصغر ديالنا نعودوا الوليدات يعني على أنهم يمضغوا بشوية عليهم، وأن بالتاويل ومزيانة سي فغي حنا في العادات ديالنا المغربية أن خاصنا نتجمعوا على الطبلة، فملي كيبغي الإنسان يمشي بشوية عليه دائما كاين ذاك القصيم. واش انت تفضل ان الناس ياخذوا كل واحد في البلا ديالو باش هكا يقدر يعمل المضغات ديالو على خاطرو ويعرف شنو تاكل، عارف الماكله فين كدوز؟ لان ملي كتكون كتاكل واحد اخر كلا سبقك كتبدا تقول بقى لي والو. هي في المساله ديال الماكله الجماعيه انا احبدها بواحد الشكل لا يتصور. نعم اللي هو علاش؟ في الوقيته اللي كتكون كتاكل انت قبيله شنو قلتي؟ قلتي اودي راه الناس بعض المرات كينساو راسهم ما كيغسلوش يديهم وكذا، فلما كيكون الانسان حتى ولو انه غسل يديه ما كيكونش غسل ذاك الغسيل اللي كيكون قد الاصبع ديالو 100% من الميكروبات. فشنو كيطرى في الوقيته اللي كتاكل المرقه مع الجماعه او لا كتاكل في انسلاد مع الجماعه، غالبا ما شيء من الميكروبات ديال يدك انا كناخذهم، وشيء من الميكروبات ديال يدي انت كتاخذيهم. وفي الوقيته اللي كنخلطوا هاد الميكروبات كندخلوا واحد الخليط ديال الميكروبات في الجسم ديالنا اللي ممكن من خلاله يتربى لنا النوع الجيد ديال الميكروبات. ضروري خص ما قوه غسل 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 عاوتاني بعض المرات راه كتكون لها انعكاسات سلبيه على الصحه ديال الانسان. الميكروبات النافعه اللي كتدخل لما كتغسليها مزيان كترمي دوك الميكروبات النافعه وكتخلي راسك بانك حطيتي واحد يد ستيريل في ذاك الماكله ديالك. فدوك الناس اللي كياكلوا شويه يديهم مسخين، ماشي ديك المسخين عاوتاني يسمعوا يقولوا راه الانسان كيغسل يدو صافي، يعني هذاك الغسيل كافي باش يرمي غير ديك الجزئيات الغير مرغوب فيها، ولكن الميكروبات النافعه راه كتبقى مازال عندك في اليد ديالك. فهذا الاكل الجماعي بعض المرات انا هذوك الميكروبات اللي عندي في اليد ديالي
ما صالحينش. ولكن الاخ ديالي ولا الصديق ديالي اللي كلا معايا في نفس الطابله يقدر يدوز لي ميكروبات مهمه جدا اللي غنقدر نصنع بها الميكروبات النافعه اللي غتشكل لي هذيك البارير الاولى ديال الدفاع عن الذات ديالي. وحنا كنعرفوا بان الدفاع الطبقات ديال الدفاع عندنا ولا الطبقه ديال المناعه عندنا مكونه من اربعه ديال الطبقات. الطبقه الاولى طبقه ديال الميكروبات، بغينا ولا كرهنا الطبقه الاولى خصها تكون طبقه ديال الميكروبات اللي منين غاتجينا، غاتجينا بطبيعه المحال من الماكله وغاتجينا من ديك الماكله الجماعيه. وتبين بانه كل ما كلينا جماعه، كل ما الناس اللي كياكلوا جماعه، كل ما صحيا كلهم كيكونوا مزيانين. وكل ما واحد كياخذ بوحده كل ما كتلقى كيوقع له تعثرات في العمل في 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 الجسم ديالو. اذا الماكله كما الله يجازيك بخير كما طرحتها في المستوى، خصنا نرجعوا لديك الماكله ديال العاديه الجماعه ديالنا وديك الطويبله اللي كانت كتجمع بيناتنا ففيها خير كبير وكبير جدا. وتتم الانسان كل واحد كياخذ القياس ديالو ربما نو يعني ان ملي كنكونوا في الطبله اللي فيها مثلا خمسه ديال الناس سته ديال الناس كل واحد كياخذ الكفايه ديالو. صح، ما كتاخذش ياكل بزاف. واخا نعم. ياكل بزاف ماشي مشكله. انا بالنسبه ليا كما قلتي نربيهم على اساس انه كل مضغه كل ضغمه يدير فيها على الاقل 37 ضغمه. وبهالطريقه هذه غتولي ربيتيه على اساس انه غيساعدني في انه يعطيني الميكروبات النافعه، وثانيا غيهضم بالطرق السليمه اللي غتعطي واحد الكم ديال الانزيمات اللي غتبدا العمل ديالها في الفم وغتدوز للمحطه الثانيه في المعده والمحطه الثالثه كذلك في المعده. ثم عاد هو نفسرو ملي كنقولوا حنا الميكروبات النافعه راه كل الدواوات ديالنا عندنا هذه الميكروبات النافعه. ما يمكنش يعني يعني كاينين في الذات وهما اللي كيسهلوا علينا شي حوايج اخرين في الذات، وهذا الشيء طبيا مشروع. غير ملي تكلمنا على ان الناس شي كيدوز لشي ما يسحبوش باللي هذاك الانسان ما نقيش او لا شي حاجه، راه كنا ما كنبغيو ناكلو حتى كنغسلوا يدين ديالنا. يعني حنا بالنسبه لنا راه هي نقيه يعني لانك غسلتيها ونظفتيها عاد جيتي كلستي المائده، غير هما كاينين الميكروبات اللي فينا حنايا اللي هي كتنفع الدواوات ديالنا وصحيه.